السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله، عام وبعد عام يشهد العراق ازدياد في التعداد السكاني، وعلى الرغم من أنه ذلك تغيب الإحصاءات الرسمية حول عدد السكان النهائي، وأمام غياب هذه المؤشرات الرسمية اللي كانت نتيجة لتأجيل التعداد العام لسنوات طوال، يعتمد العراق في جميع عمليات على التقديرات، فلم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة فيما مضى من حسم الملف، حتى بات يمثل تحدي حقيقي لارتباطه بملفات معقدة ومتداخلة، غير أن الحكومة الحالية أعطتها مساحة الاهتمام الحقيقية بدءا من تضمين الاحتياجات في التخصيصات المالية وتدريب الملاكات في القيام بهذه العملية، وانتهاء بمعالجة البيانات، فضلا عن الشراكة الدولية في تعضيد الجهود المحلية. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، بعد 12 عاما من الأزمة السورية، ها هي اليوم دمشق تنفض غبار الحرب عن جسدها وتبدأ بالمرحلة الجديدة، عنوانها الأبرز إعادة إعمار ما دمرته نيران البنادق، ورغم أن فاتورة الإعمار هي الأضخم في التاريخ إلا أن الجهود المشتركة من العام الجديد والعالم الجديد والعالم الدولي لسوريا بعد جملة المتغيرات الاستراتيجية سيسرع من وتيرة هذا المسار، وبث الروح في جسد القطاعات المتضررة، رغم أن الشيطان الأكبر يتدارس مشروع قانون يحظر تطبيع العلاقات مع النظام السوري. إذن مشاهدي الأحبة، في حصادنا لهذه الليلة راح نتابع هذين الملفين المهمين، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، في هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله أستاذ عبد الزهرة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالدكتور علي الفريجي الخبير، خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، يحدثنا عبر سكايب من بغداد، أهلا بك دكتور. أبدأ من حضرتك أستاذ عبد الزهرة، على الرغم من أن التعداد السكاني هذا تعداد كان أولوية جميع الحكومات المتعاقبة، لكنه لم ينفذ، إدراج ضمن أولويات هذه الحكومة أيضا يحمل من التحديات الكثير. طيب هنا هل يمكن مع هذه التحديات تحويل هذا الشعار إلى واقع؟ مساكم الله بالخير والعافية، شكرا جزيلا، تحية لك ولضيف الكريم الدكتور الفريجي وللمشاهدين والمتابعين حيثما كانوا، شكرا جزيلا. طبعا التعداد العام للسكان بالتأكيد يمثل أهمية ربما أقول استثنائية بالمقارنة مع باقي الفعاليات الأخرى، لما يمثله من أهمية وأساس في بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن المشهد في العراق. هذه القاعدة البيانية حقيقة أصابها ربما القدم والتهرؤ نتيجة عدم تنفيذ تعداد سكاني منذ ما يزيد عن 30 سنة. إذا كنا نتحدث عن تعداد 1987 على اعتبار كانت تعدادا شاملا، تعداد 97 لم يشمل إقليم كردستان، وبالتالي لم يكن تعدادا شاملا وكاملا. بالنتيجة هذه الأهمية حقيقة، أهمية التعداد هي التي تدعو كل الحكومات أو حاولت كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 إلى الآن، في كل مرة كانت هناك محاولات جادة لتنفيذ التعداد العام للسكان، ولكن دائما هناك عقبات وهناك تحديات تحول دون تنفيذ التعداد. لعل المحاولة الأبرز والأهم كانت في عام 2009-2010، وقطعنا شوطا متقدما وصلنا إلى المراحل النهائية إلى مرحلة العد الفعلي للسكان، ولكن
ظهور ملفات سياسية ربما ترتبط بالمناطق المتنازع عليها بسؤال القومية، عصفت بالمشروع ولم نستطع من إكماله. كانت محاولات أخرى في عام 2020، يعني كنا بدأنا العدة في عام 2019، ولكن دخول العراق في نفق الجائحة وعدم وجود موازنة في ذلك العام أيضا حال دون تنفيذ التعداد. في عام الماضي 2022 كانت محاولة أخرى، ولكن حقيقة أيضا للأسف مر العام من دون موازنة، وكذلك كان الظرف السياسي يعني غير مستقر. لنهاية السنة شكلت الحكومة، هذه الحكومة حقيقة أعطت للتعداد أهمية وأولوية ضمن البرنامج الحكومي، وضمن فقرات البرنامج يعني يشير إلى أنه ينفذ التعداد خلال سنتين، يعني 23-24، وكنا بصراحة كنا نريد أن ننفذ التعداد في هذه السنة 2023، وكنا نأمل أن تصدر الموازنة، قانون الموازنة بوقت مبكر من العام لكي نستطيع من استكمال المتطلبات، البنى التحتية والمتطلبات. ولكن حتى هذه اللحظة ونحن نكاد نقترب من انتهاء النصف الأول من السنة 2023 والموازنة لم تقر، وبالتالي عدم إقرار الموازنة معناه عدم توفر التخصيصات المالية، معناه يدفع خطة التنفيذ إلى أمد أبعد، إلى توقيتات جديدة، وهذا الذي نعمل عليه الآن. بالرغم من أنه للوزارة كانت خطوات نفذناها في مراحل سابقة من العام الماضي 2022، تمثلت بإجراء تجارب قبلية في عدد من المحافظات، في بغداد تجربتين، في البصرة تجربة، في كربلاء تجربة، في الأنبار، وفي أيضا دهوك وأربيل، بهدف الوقوف على يعني ما هي التحديات، ما هي المشكلات التي ممكن أن تظهر وتواجه التعداد. ولكن حقيقة أقول الآن نحن ننتظر إقرار الموازنة، ولكن هذا لا يعني أننا متوقفين. هناك جهد الآن، شكلت حوالي 10 قطاعات عمل أحدها يكمل الآخر، وأيضا الهيئة العليا شكلت برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وهناك غرفة العمليات والإدارة التنفيذية، هذه كلها شكلت، وهناك عمل يجري الآن. طيب. في مختلف المحافظات. طيب. من أجل تهيئة الأرضية المناسبة للعمل. ما دام أن هذا العمل جاري في هذه الحكومة، وتحدث حضرتك عن النصف الأول من هذه السنة، أجدد ترحابي حضرتك الدكتور علي جبار. نتحدث عن إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، برأيك هل راح تكفل سياسات بعيدة المدى تؤمن التنمية المستدامة، متطلبات الحياة الأساسية؟ يعني واحدة من المشاكل اللي تعصف عادة بكل مرحلة من مراحل البلد هي أنه أصبحت بما فيها الوثيقة اللي نتكلم عنها، وأيضا مسألة التعداد السكاني، أنه في ظل بيئة صراع سياسي للأسف وخلافات هي التي تعرقل الكثير من الإجراءات اللي ممكن للحكومة أن ممكن تقدم أي شيء أنه في هذا الموضوع. إذا تكلمنا عن تحديدا عن الوثيقة الوطنية اللي تتكلم عن أنه بعض المسارات الاستراتيجية اللي ممكن تكون فيها خطوات أو تأسيس لخطوات صحيحة لإدارة الدولة بشكلها السليم، ما يعيق الآن واحدة من العوائق اللي ممكن نتكلم عنها والعوامل التي تعيق بشكل كبير جدا هي تأخر إقرار الموازنة. بالتالي هذه واحدة من المشاكل اللي ممكن تؤسس إلى كثير من المعرقلات اللي تتبعها، بدءا عندما تتاخر اقرار الموازنه، بمعنى ان انت تلقائيا دفعت كثير من الاستراتيجيات او البرامج، ومنها ما ذكرت قبل قليل انه مساله ندفع الخطط اللي ممكن تتكلم عن تعداد سكاني وغيرها الى مراحل اخرى، وبالتالي نكون رهينه انه ممكن المستقبل ايضا كيف تكون ملامح هذا النوع من الصراعات السياسيه. واحدة من الأسس اللي المفروض الآن المرحلة في إدارة الدولة وبناء الدولة بما فيها الأحزاب السياسية أن ترتقي بأدائها وتخرج يعني صراعاتها ومفاوضاتها من مسألتين، أولا إدارة الدولة اقتصاديا، والثانية إعدادات الموازنة وكيفية استثمارها. لا زالت هناك صراع سياسي، ولا زالت الموازنة رهينة أيضا سكاكين الصراعات السياسية في عملية التقطاعات وكيفية أنه ممكن التخصيصات تذهب بهذا الاتجاه دون على الاتجاه الثاني. فلهذا نرى مسألة جدا خطيرة، وهي بعض الفقرات اللي تكون حاكمة
بتأثير الضغط السياسي في عملية الإنفاق بالشق التشغيلي اللي تصعد من مستوى إلى معدلات خطيرة جدا. الآن أصبحت أرقام قياسية يعني تضرب بشكل خطير جدا عندما نتكلم عن أكثر من 80% موازنة تشغيلية، بمعنى إحنا أمام كارثة اقتصادية يعني حتى بكل المفاهيم لإدارة الدولة وأيضا قوانين الدولة بما فيها قوانين الدولة العراقية. طيب أستاذ عبد الزهرة، نتحدث اليوم عن الاعتماد على الأرقام التقريبية لما يثير دكتور علي جبار كل هذه النقاط. لازم نشير إلى الأرقام التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز غير رسمية. هذا الموضوع هل قلص من الوصول الفعلي للبيانات الفعلية والاشتغال على هذه المعطيات؟ لا، هو ابتداء نقول أنه أهداف التعداد هي ليست فقط معرفة أعداد السكان، هذه العدد هي إحدى مخرجات التعداد، ولكن للتعداد مخرجات كثيرة ومهمة جدا بقدر أهمية عدد السكان بل ربما أكثر. على اعتبار نحن فيما يتعلق بعدد السكان لدينا تقارير تقديرية تصدر سنويا بناء على معادلات إحصائية، وبالاعتماد على سنة أساس يكون فيها عدد السكان معلوما. بالتالي نحن في كل سنة نصدر تقرير، آخر تقرير صدر في العام الماضي نهاية 22 قدر فيه عدد السكان بأكثر من 42 مليون بقليل. وحقيقة الأسبوع الماضي كان هناك أو قبل الأسبوع الماضي كان هناك تقرير صدر من وزارة الصحة يتحدث عن عدد الولادات لعام 2022، فوجدنا أن العدد الذي تحدثت عنه وزارة الصحة في بيانها مطابق لتقريراتنا التي تحدثنا عنها في تقريرنا للعام الماضي 2022. يعني الفرق بين ما ذكرناه أو ما قدرناه وبيان وزارة الصحة يعني ربما بالعشرات، وهي مسألة طبيعية جدا لأننا نتحدث عن تقارير تقديرية. المنظمات الأخرى اللي تصدر بيانات حقيقة بعض هذه البيانات يبتعد عن الواقع لأنه لا غير مبني على معطيات منطقية، وبعض البيانات اصلا هي ماخوذه من بياناتنا ويتم التعاطي معها من قبل تلك المنظمات، وبالتالي نحن حقيقه غير معنيين ببيانات تصدر من هنا وهناك بناء على معطيات معينه قد ترتبط او لا ترتبط بالواقع العراقي. نحن نتحدث عن تقاريرنا وتقديراتنا المبنيه على المسوح احصائيه، هذا فيما يتعلق بمثلا نسب الفقر، نسب البطاله، نسب اخرى، معدلات اخرى، او فيما يتعلق بعدد السكان نتحدث عن تقديرات مبنيه على نسبه النمو السنويه ومعدلات الخصوبه والولادات والوفيات واصابه الهجره الداخليه والخارجيه، ونخلص منها ونتوصل من خلالها الى تقرير او رسم حاله السكان عددا اناث ذكور على مستوى المحافظات، الشرائح العمريه ونسبها ضمن يعني الصوره العامه للسكان. نعم. الدكتور علي يشير السيد عبد الزهرة الهنداوي الى ان واحده من مخرجات التعداد السكاني هي التعداد او عدد السكان، ولكن نشير او نستذكر هنا الخلافات السياسية عن التوزيع الديموغرافي المكوناتي، لربما بعض الجهات كانت تعارض لوجود أو لربما لكي يحدث هكذا خلل تلافيا له. نتحدث عن الإفرازات السياسية لتعداد السكاني، هل ستلقي بظلالها في هذا التعداد المزمع إجراءه؟ هل ستغير من الثقل المكوناتي، توزيع المناطقي، وصولا للتمثيل السياسي خاصة في المناطق المتنازع عليها إذا ما تحدثنا عن هكذا تفاصيل؟ يعني قبل قليل ذكرنا انه مثلا انه للاسف انه هذا الموضوع يعني ترك على طاوله او بيئه هي الصراع السياسي، وهذه بحد ذاتها هي يعني بحد ذاتها مشكله. اللي افهمه من سؤالك انه هل ممكن بهذه المرحله او لو صار التعداد السكاني من الممكن انه كثير من المسائل تحل. يعني اذا حسبنا الاشياء اللي الان هي متوقفه بانتظار التعداد السكاني، نبدا من بدءا قانون النفط والغاز اللي ينتظر فيه على اساسه انه ممكن تكون توزيع الحصص وما بما فيها حصه اقليم كردستان، بمعنى انه انا انتظر التعداد السكاني ام انتظر اقر قانون النفط والغاز حتى اعرف نسبه السكان من التعداد السكاني حتى ممكن احدد نسبه اللي ممكن تخصيصات الماليه للاقليم. مساله اخرى هي القانون 140 وكيفيه ديموغرافيه كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها
هذه أيضا كارثة أخرى. يضاف إلى هذه المشاكل الكبيرة أنه كيفية التوزيع والتوازن في توزيع حجم السكان وأيضا الخدمات اللي ممكن تكون صحة تعليم وغيرها، هذه نوع أيضا نوع من الفوضى الكبيرة اللي لا زالت، أنه ممكن ننتظر التعداد السكاني حتى ممكن يحل جزء من هذه المسألة. توزيع التخصيصات المالية على المحافظات الأخرى أيضا واحدة من الركائز اللي ممكن، قاعدة البيانات اللي ممكن تستحصل من التعداد السكاني اللي ممكن تحدد هذه الملامح وكيفية التعامل معها. التطوير العمراني للمحافظات وأيضا محافظة بغداد أيضا يعتمد القراءات اللي ممكن تخرج من التعداد السكاني والبيانات المستحصلة. هذه كلها بمعنى أنه إحنا الآن نقود دولة بطريقة الفعل ورد الفعل ونوع من الفوضى أنه ممكن نتعامل معها. أنا أحترم أنه ممكن نتعامل مع بعض القراءات اللي ممكن تكون تقريبية أو من بعض المراكز اللي ممكن نستمد من عدد هذه المعلومات، لكن لا زالت لا يمكن الرهان عليها، لأنه الكل يدرك أنه تعداد السكاني المفروض بأقصى حالته يكون بعشر سنوات في كل مرحلة، وإحنا الآن تجاوزنا الأكثر من 26 سنة بدون تعداد سكاني. فهذا بحد ذاته أنه كيف أنه ممكن لدولة بهذا الشكل مع هذا الارتفاع بحجم الإيرادات والارتفاع بحجم المصروفات أنه نتعامل مع أنه مقدرات الدولة وكيفية أنه ممكن يكون توزيع عادل فيها، وممكن التوازن أيضا المفروض يكون بها، بالإضافة إلى أنه نحسب حسابات الأجيال وكيفية أنه ممكن نضمن أنه التطور الاقتصادي أو النمو الاقتصادي أنه ممكن يخدم الأجيال بشكل سليم. بمعنى الآن إحنا دا نتعامل مع مسألة كلش للأسف خطرة، أنه دا نستنزف مقدرات الدولة بشكل عبثي بدون حسابات أنه ممكن تكون اقتصادية تعتمد أرقام دقيقة وحقيقية. يعني إذا الآن سألنا ممكن أكثر من وزير أو ممكن أي مختص نجد أن هناك تضارب حتى بأرقام عدد الموظفين بما فيهم المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذه مسألة خطرة جدا أيضا أنه ممكن نقف أمامها في كيفية احتساب فاتورة الرواتب المستلزمات الأخرى وكيف أنه ممكن تبني الموازن على أساسها. إذا أخذنا كل هذه القراءات نرجع إلى أساس جدا مهم وهو إعدادات الموازنة اللي يجب أن تعتمد أرقام دقيقة جدا في عملية كل المفاصل والفقرات اللي ممكن تعتمد، توزيع التخصيصات المالية، كيفية إنفاقها، الاستحقاقات وأولويات، كثير من الأشياء. فبالتالي إذا إحنا دا نتحرك ضمن يعني أرض رخوة جدا في عملية الإعدادات الاقتصادية للموازنة وأيضا إنفاقها وكيفية احتسابها، فبالتالي أصبحنا أمام مستقبل جدا مجهول في التعامل مع ما كيفية إدارة الدولة. يضاف إلها للأسف هي يعني لازلنا نعاني من أنه مشكلة كبيرة جدا في جسد التنفيذية، أنه لازلنا نمتلك يعني جسد في عال الإمكانية في أنه ممكن يتعامل مع هذا النوع من الأزمات بشكل سليم ومهني عالي. طيب أستاذ عبد الزهرة، يعني يتحدث الدكتور علي وهو خبير في إدارة الأزمات الاقتصادية عن هذه المتطلبات في التعداد والتعداد المرتقب، أسأل حضرتك هل راح يتضمن تفاصيل التركيبة السكانية وإعادة بناء الخطط سواء كانت تربوية تعليمية صحية وغيرها من المجالات؟ هي هذه المخرجات اللي كنت أشير إليها، قلت أنه ليس فقط المطلوب من التعداد هو معرفة عدد السكان، هذه واحدة من المخرجات، إنما باقي المخرجات ستعطينا صورة كاملة وشاملة عن المشهد بكل تفاصيله، سواء كان في التعليم، في الصحة، في السكن، في العمل، في الخدمات، كل هذه التفاصيل حقيقة سيظهرها التعداد، وبالتالي وفقا لهذه المعطيات، لهذه الصورة التي سيتم رسمها بدقة، بالتأكيد ستخدم المخططين وراسمي السياسات في وضع خطط وسياسات تنموية تستند إلى بيانات حقيقية منطقية. فضلا عن ذلك حقيقة بالتأكيد يسهم التعداد في عملية ضمان التوزيع العادل للثروات بين المحافظات، وربما أشار الدكتور علي الفريجي في ثنايا حديثة إلى ذلك. نحن هناك نواجه الآن دائما هناك إشكالية منذ سنوات، وكل المحافظات يعني تتحدث عن عدم يعني انصافها فيما يتعلق
الموازنات، ذلك لأنه لا يوجد تعداد، وبالنتيجة الأرقام التي يعني تعطى على أساسها الموازنات قد لا تمثل المحافظة، وبالتالي التعداد حقيقة سيحسم هذا الجدل في قضية توزيع الثروات، وهذه قضية مهمة جدا. ولكن أشير أيضا، هناك من يتحدث إلى أنه ربما التعداد يتضمن سؤالا عن المذهب أو عن القومية. هذان السؤالان غير موجودين في استمارة التعداد العام للسكان، هناك سؤال فقط عن الدين يعني فيما يتعلق بالقضايا الشخصية، ثم تأتي بقية الأسئلة التي تتحدث عن خصائص السكان في خصائصهم الصحية والتعليمية والسكن والخدمات وما إلى ذلك. دكتور علي، يعني الدور الأممي في هكذا إجراءات، وحضرتك مطلع على تجارب العديد من الدول، هل سيكون هنالك مهمة خاصة لدور الأمم المتحدة واللي هي أساسا أبدت استعدادها لدعم الحكومة لإجراء التعداد السكاني؟ يعني إذا أفهم من سؤالك أنه هل سيكون دور للأمم المتحدة وفرقها في عملية تعزيز أنه ممكن حصول التعداد السكاني في العراق؟ نعم. عادة الفرق يعني الدولية بما فيها الأمم المتحدة تكون مساندة إلى الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة في أي دولة بما فيها أنه العراق، بمعنى أنه لا يمكن لفرق الأمم المتحدة تقوم أو تأخذ على عاتقها أنه مسألة التعداد السكاني، لكن من الممكن أن تكون هي مساندة لهذا العمل بأنه ممكن تقدم الدعم الفني، الخبرة أو غيرها إلى الحكومات بما فيها الحكومة العراقية. برأيي أنا الشخصي خلال تجربة أنه ممكن دولية في التعامل مع المؤسسات الدولية، لا يمكن التعويل على الأمم المتحدة ودورها بشكل عالي جدا، بمعنى أنه الخبرات اللي ممكن تقدمها لا تكون هي أعلى من ما تمتلكها أو تمتلكها وزارة التخطيط العراقية في مسألة أنه ممكن القيام بالتعداد السكاني. لكن نرجع مرة ثانية لأنه العائق هو لازال حقيقة سياسي أكثر ما هو أنه ممكن يكون لوجستي أو ممكن شيء آخر. يعني إذا ممكن تسعف الذاكرة، ما نحتاجه أو ما يحتاجه التعداد السكاني هو تقريبا 150 ألف يعني شخص ممكن يقوم بعمل دور المساح اللي على أرض الواقع، وتقريبا بمعدل من 110 إلى 120 مليون دولار أنه ممكن تكون كميزانية أنه ممكن تخصص لعمل بهذا الحجم في ظل هذه الظروف. الوضع الآن أظن أنه مهيئ جدا أنه ممكن يكون في تعداد سكاني، بالأخص احنا نتكلم عن مرحلة انتقالية في شكل إدارة الدولة، فمبلغ بهذا الحجم مع رقم بهذا الحجم للأشخاص أو قوى أنه ممكن تكون مساندة لهذا العمل، أظن من المعيب جدا أنه للأحزاب السياسية تكون عائق أو الأجندات السياسية عائق أمام يعني مشروع يعني ضخم ومهم جدا في إدارة الدولة في هذه المرحلة. طيب أستاذ عبد الزهرة، يعني نتحدث عن أبرز التقانات والمنهجيات المتطورة اللي يمكن الاعتماد عليها فضلا عن تدريب الملاكات اللي راح تقوم بالمهمة الميدانية. أنا فقط أود أن أعلق قليلا على بعض ما ذكره الدكتور الفريجي فيما يتعلق بدور أو حول سؤال حضرتك أنه منظمات الدور المنظمات الدولية. نعم، لدينا هناك تعاون مع المنظمات المتحدة في مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. هذا التعاون حقيقة هو تعاون فني خبراتي، بالإضافة لذلك أنه هذا يعطي موثوقية لعملنا، على اعتبار نسعى لتطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد العام للسكان، وذلك هناك حقيقة تعاون من قبل الصندوق معنا في الكثير من المجالات الفنية، وليس دعما ماليا أو شيء من هذا القبيل. فيما يتعلق بعدد الذين سينفذون التعداد وهم من الكوادر التعليمية والتدريسية في وزارة التربية، نتحدث عن رقم يتراوح 120 إلى 130 ألف عداد سيقومون بتنفيذ التعداد في عموم العراق، موزعين على المحافظات بحسب الحجم السكاني لكل محافظة وفقا يعني للتقسيمات الإدارية.
حول السؤال، نعم هذه الكوادر التدريسية يعني واحدة من أهم المتطلبات التي يتطلبها تنفيذ التعداد. نحن نتحدث عن رقم يصل إلى أكثر من 130 ألف شخص، هؤلاء بحاجة إلى تدريب. على التقانات التي ستستخدم في تنفيذ التعداد، نحن نتحدث اليوم عن تعداد إلكتروني وليس ورقي كما جرت العادة في التعدادات الثمانية السابقة التي شهدها العراق. هذا التعداد الإلكتروني يعتمد على استخدام الأجهزة اللوحية التابلت، ومن نتيجة نحتاج إلى تدريب هؤلاء العدادين على استخدام هذا الجهاز الذي يعني سيعد بتقنيات متطورة، ويتدربون أيضا على كيفية ملء الاستمارة الخاصة بالتعداد وكيفية الوصول أيضا إلى الزقاق والمحلة التي لكل عداد، يعني كيف يصل إلى البيت والبرامج التي ستستخدم. هذه المرة ستكون هناك تقنيات عالية لضمان أمنية البيانات، بحيث أنه البرنامج أو استمارة الخاصة بهذه الأسرة السين التي يريد أن يصل إليها العداد أو الباحث لا يفتح إلا بعد دخوله إلى البيت، إلى مسكن الأسرة. عند ذاك فقط يفتح البرنامج ويملأ الاستمارة. بمجرد أن ينتهي من الاستمارة يغلق البرنامج ولا يفتح إلا بعد دخوله إلى البيت الآخر، بعد أن يتم إرسال بيانات البيت الأول الذي دخل إليه. هذه فترة التدريب والإعداد حقيقة ربما تتطلب مدة لا تقل عن شهرين. هناك أكثر من 20 دورة يتلقاها العدادون خلال فترة الشهرين، وهذه دائما نختار العطلة الصيفية لتدريب هؤلاء العدادين، لأنه كما ذكرت أنه التقانات والتكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ التعداد ستكون بمستوى عالي وبأمنية عالية، تتطلب تدريبا كثيفا وتهيئة عالية المستوى. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الزهر الهنداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، وشكر جزيلا كثير لحضرتك الدكتور علي جبار خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، حدثنا عبر سكاب من بغداد، زمان ما التقينا حضرتك، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، هذا ملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة، أهلا بك دكتور عامر، وكذلك انضم معي عبر سكايب السيد محمود ياسين المحلل السياسي من سوريا. دكتور، نتحدث عن عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية بعد كل هذه المتغيرات في الساحة العربية والإقليمية، هل ستسرع من الحل السياسي للأزمة السورية ونحن نتحدث عن فترة إعادة إعمار؟ يعني بالتأكيد هناك حقيقة مفادها أن العالم أخذ يتغير، هذا التغيير لا يدخل ضمن إطار التأملات النظرية بقدر ما يدخل ضمن دائرة الواقعية الملموسة. نعرف جيدا بأن هناك مغادرة ل علامة فارقة كانت تحكم العالم، مفادها أن المفاتيح الأساسية في كل المشاكل سواء من حيث الصنع أو من حيث الإدارة كانت بيد الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحالة ما عادت قائمة أو في طريقها إلى الزوال بعد الحرب الأوكرانية الروسية من جهة، بعد الأزمة اللي عانى منها العالم اللي هي أزمة كورونا. كل هذه الأمور تجعلنا ندخل في عالم آخر جديد هو عالم التعددية القطبية.
المسألة إذن عندما يكون هناك تغيير في القمم والرؤوس، بالتأكيد كل فروع الجسد العالمي تصاب أو يمسها مثل هذا التغيير. فالعلاقة العربية السورية، العلاقة السورية التركية، العلاقة السعودية الإيرانية، كلها بدأت يعني تدخل في إطار مدركات القابض على السلطة في كل هذه الإدارات الحكومية. لابد أن يأخذ هذا التغيير بنظر الاعتبار. هناك إحساس مفادة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي القابضة على مصائر شعوب العالم وعلى حكومات العالم. حتى نلاحظ بأن أبرز وأهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يتجهون إلى ضرورة التنوع في علاقاتهم مع الدول المتعددة. هذا يشمل البلدان العربية التي ساهمت مساهمة كبيرة في محاولة تغيير النظام في سوريا. طيب. على هذا الأساس بالتأكيد يعني هذه المتغيرات على مستوى عالمي أولا، ولا بد أن تنعكس على تغيرات على مستوى إقليمي وبالذات على المستوى العربي. هناك أصبح إدراك بأن العلاقات ذات الطابع الأحادي مع حلفاء، لا سيما وأن تجربة التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت على امتدادها بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف غير موثوق به. طيب. على هذا الأساس توجهت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة فك المشاكل مع الجمهورية الإسلامية. نعم. وهذه بدورة بالتأكيد أن للجمهورية الإسلامية حلفاء ومن بينهم سوريا حلفاء ومن بينهم الحوثيين، فأي تقارب ما بين الطرفين بالتأكيد سوف ينعكس على القضايا ذات الصلة سواء كانت في اليمن أو في سوريا. هذه المسألة أيضا أصبحت موضع إدراك الأتراك وتركيا بالذات عندما بدأ أردوغان في ولايته الأولى. إذا تسمح لي دكتور أقاطعك، كان حضرتك فتحت لنا أكثر من محور للحديث، خلينا نشبحها بالبحث ودعنا ننتقل إلى الأستاذ محمود ياسين. أستاذ محمود، يعني هذه العودة هل سيكون لها أثر إيجابي ما دام أن الدكتور عامر حسن فياض وجد علاقات ارتباطية في الإقليم والدول العربية، بالتالي هذه العودة شلون راح يكون لها أثر إيجابي في دعم مجالات إعادة إعمار سوريا؟ شلون راح يكون تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في شرايين الاقتصاد السوري؟ الصوت غير واضح، الصوت غير واضح، لم أفهم السؤال نهائيا. نعم، أعيد لحضرتك السؤال بتركيز أكثر. مجالات إعادة الإعمار وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في شرايين الاقتصاد السوري، كيف ستكون مساراتها؟ آسف لم أسمع أبدا. نعم، الشباب تعودين الاتصال مع الأستاذ محمود ياسين. دكتور عامر، أشرت حضرتك إلى أن واشنطن تلعب بورقة الإرهاب مجددا، لربما هذا التعكير، هذا الصفاء، وهذا ما تؤكده روسيا أن أمريكا بدأت بتشكيل جيش سوريا الحرفي البادية السورية. طيب، هنا اليوم تحدث عن دمشق، هل هي أمام فصل جديد من الإرباك أم أن هذا غير ممكن في هذه المرحلة؟ يعني هذا ليس بجديد على دمشق، يعني دمشق التي واجهت ما يقارب الأكثر، يعني واجهة هي دخلت في تكاد أن تكون قد دخلت في حرب مع معظم دول العالم بسبب أن هناك قطب
مهيمن هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي جندت الكثير من بلدان العالم بالترغيب وبالترهيب لكي تدفع بكل الباحثين عن الدم والباحثين عن الرذيلة والباحثين عن الفوضى في كل دول العالم لكي تسهل دخولهم إلى سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها سواء كان البعيد أو القريب إن لم تكن لها اليد في صناعة حدث سيء فإنها توظف أي حدث سيء في أي بقعة من بقاع العالم. لربما هذا يعني أشرت حضرتك إليه في لقاءات سابقة أنه توليد أزمات لحل أزمات معينة. أستاذ محمود إن كنت تسمعني بشكل جيد، هذه اللحمة العربية عندما تأتي بعد سنين قاسية نتحدث عن 12 سنة شهدت فيها مؤشرات التباعد، هل راح تعزز من رصيد انحسار الهيمنة الأمريكية ليس في سوريا فحسب بل بالشرق الأوسط؟ أستاذ محمود لا أسمع الصوت غير واضح نهائيا. أعتذر من حضرتك. أعتذر من حضرتك. أنا أيضا أعتذر من حضرتك، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذا اللقاء المباشر. دكتور، يعني هنالك تقارب سوري تركي أشرت إليه حضرتك في معرض الإجابة الأولى، هذا التقارب السوري التركي هل سيعزز من فرص استعادة سوريا لموقعها؟ راح يحل الإشكالات اللي كانت تشكل أزمة إضافية في هذه الأزمة كملف الكرد، استعادة الأراضي اللي احتلتها أنقرة؟ يعني ليس فقط من مصلحة سوريا أن تكون العلاقات سليمة مع تركيا، بل أيضا من مصلحة تركيا أن تكون علاقتها سليمة مع سوريا. نحن نعلم جيدا بأن تركيا يعني تعاني من أزمات على مستوى عسكري بوجود يعني الفصائل المقاومة متمثلة بالبككة في تركيا، وهناك أزمة اقتصادية، وهناك لعب أمريكي على المصالح التركية. ولكن تركيا كما هو معلوم النهج اللي تتبعه هو النهج البراغماتي، ولكنها بتصوري أخطأت عندما بدأت في الولاية الأولى لأردوغان فأعلنت بأنها ستسعى إلى تصفير مشاكل، ولكن الذي حصل هو تصفير حلول. فبدأت علاقاتها مع سوريا تكون علاقات سلبية، وثم أصبحت علاقاتها مع مصر علاقات سلبية، وكادت أن تكون العلاقات السلبية في فترات محددة مع روسيا. بكل الأحوال تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا وما زالت بفعل يعني سيطرة القلة الغنية العالمية من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي، أيضا لعب دور في تدهور الاقتصاد التركي. فأصبح هناك إدراك تركي بأن سياسة تصفير الحلول مع أطرافها الإقليمية، ونحن نعرف بأن الأطراف الإقليمية من ضمنها حتى روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ويضاف إلى أن لها مع سوريا حدود ليست بالقليلة، وأن هناك خطر على تركيا من خلال الكرد في سوريا، فهي لوحدها لا تستطيع أن تتعامل مع هذه القضية، ولا بد ومن أن تكون هناك تعامل مع الدولة السورية
وليس مع أطراف أخرى. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن توفر الضمان لتركيا في أن لا يطالب الكرد في سوريا بموضوعة الانفصال والتمدد. على هذا الأساس نقول أنه ليس من مصلحة سوريا فقط أن تنهي علاقاتها السلبية مع تركيا، بل من مصلحة تركيا أيضا أن تنهي علاقاتها السلبية مع سوريا، اعتمادا على أساس النهج الوظيفي المصلحي المشترك ما بين الطرفين. وهذا النهج الوظيفي يمس الوضع الأمني لتركيا وسوريا والوضع الاقتصادي لتركيا وسوريا. طيب. نحن نعرف بأن تركيا دائما تبحث عن فرص ذهبية في موضوعة الإعمار وفي موضوعة إعادة البناء. نحن ولو نعرف بأن موضوعة الرئاسات دكتور عامر، يعني نحن في هذه اللحظة والانتخابات التركية بدأت، وأيضا عودة سوريا لمكانتها الطبيعية، وهنالك تحديات وسياسات أمريكية تلوح بقانون قيصر، ويتدارس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون عدم الاعتراف بالأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض العقوبات. يعني اليوم أيضا لربما صراع الرئاسات نستطيع أن نسميه هكذا، بقدر تعلق الأمر بقانون قيصر. خلينا ننتبه إلى أن الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا ساعد، يعني رب ضارة نافعة، ساعد ب يعني لا أقول بحجة بل من نافذة الإنسانية، ساعد على تجاوز أو على إهمال الكثير من بلدان العالم سواء كانت أوروبية أو إقليمية غير عربية أو إقليمية عربية، ساعدتهم على خرق مثل هذا القانون. فلذلك تم التعامل مع هذا الحدث من باب إنساني بفتح علاقات مع سوريا بشكل أو بآخر، وهذه العلاقات أنا أعتقد تراكميا أخذت تزداد إيجابيا ولن تتراجع. لذلك ما عادت قيود قانون قيصر هي القيود المطلقة يعني غير القابلة للاختراق، تم اختراقها. يضاف إلى ذلك بأن هذا العالم اللي تحدثنا عنه المتغير وضع إدراكا لدى الكثير من الدول بأن الاعتمادية الاستقطابية لقطب واحد ما عادت كافية. فنلاحظ بأن المملكة العربية السعودية اللي كانت تشكل حليفا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية توجهت إلى الصين، وليست لها علاقات يعني متخاصمة مع روسيا. هذه المسألة كلها تأكد على أن هناك إدراك جديد للبلدان العالم بشكل عام، والبلدان اللي تمثل يعني الحليف التابع للولايات المتحدة الأمريكية أخذت تخرج من هذه القيود ضمن إطار نوافذ اقتصادية، ولكنها كلها تدخل في ضرورة أن تكون العلاقات متنوعة وليست واحدة. هذا النوع في العلاقات والضارة النافعة التي تحدثت عنها دكتور، وفي الإطار الاقتصادي والعودة إذا كانت في هذه الحاضنة وبهذا الشكل الجديد، هل نتحدث عن شكل أو أثر إيجابي في دعم مجالات إعادة الإعمار، تدفق رؤوس الأموال، الاستثمارات في سوريا؟ يعني سوريا من حيث المبدأ وضعت شروط أزاء كل من يريد أن يعيد العلاقات معها.
يعني على سبيل المثال مع تركيا هي تدرك جيدا بأن عدم التوافق التام على أساسيات مع تركيا ما قبل الانتخابات هي مسألة يعني أدركت ضرورة الابتعاد عنها، فلذلك هي أرادت أن تثبت شروطا على سبيل المثال موضوعة يعني عودة فتح الباب أمام عودة السوريين إلى أراضي سوريا، ضمنت من تركيا مسألة أن الموقف التركي لا يخرج عن ضرورة وحدة الأراضي السورية، وهي مسألة مهمة. المسألة الأخرى سوريا تبحث عن ضمانات من تركيا بسحب كل قواعدها داخل الأراضي السورية. هذه المسألة أو هذه الشروط تريد تضمنها سوريا، وأنا أعتقد يعني سوريا تتعامل على أساس كونها دولة مع أي طرف آخر وليس على أساس كونها كيانات أو مجموعة كيانات داخل الإقليم السوري. هذه المسألة تعبر بشكل أو بآخر عن ثبات بالمبادئ، نعم، وتعبر أيضا عن يعني إيصال رسائل واضحة إلى كل الأطراف بأن سوريا التي تمت المراهنة على سقوطها، نعم، كنظام لأسابيع هي بقت لأكثر من 12 سنة، نعم، حتى الآن وهي ثابتة. وهذا خير نموذج للتحدي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة، أثريت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو. شكري موصول كذلك لحضراتكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.